السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله حنكمل اللي هي الأعداد من العشرين. حكينا يا مسلم إحنا عدد عشرين معناته في عدد صحيح وجزء من عشرين، فقلنا في فرق بين الأعداد العشرية والأجزاء الكسور العشرية، كسور عشرية مش كسر عادي، لا كسر عشرين ولكن لا يوجد به أو فيه عدد صحيح، يكون العدد الصحيح كان عندي دائما أحطه صفر. اليوم إن شاء الله بدي أكمل نفس الحكي اللي هي حل المسائل أو أتدرب، حنكملها مع بعض وحنعرف وين وصلنا أو بين قوسين أتدرب صفحة 7-4. تعالوا نشوف السؤال اللي موجود عندي، هو السؤال السابع وصلنا عنده احنا. نبدا ان شاء الله السؤال رقم 7. بحكي لي اكمل الفراغ في كل مما ياتي، عمل لي صيغه تحليليه. مره عمل لي اياها بالكسور العشريه او بالاجزاء العشريه، ومره عمل لي اياها بالكسر العادي. وانا ما بهمني اني بس انتبه انا كاني انا بحلل وهو ما كاني انا بحلل له واكمل له التحليل. السؤال هو 20، انا هحط العدد عادي بعدين بتحلل ساوي، هو حط لي 20 طبعا 3 من 10، بعدين عمل لي فراغ اللي موجود عندي ورجع قال لي بدي اعمل نفس المسألة ولكن بدي اعملها كسر عادي. كمان حكالي اللي هي بكل سهولة انا بحل الياه، مش محتاجة شيء. نبدأ بس أول شيء 20، هو ما قال 20 لأنه لو بدي أجزء 2 وصفر ما بتزبط معي، عرفتوا؟ الصفر ما بتتجزء هيك كلها 20 زائد هون بدأ بعد الفاصلة مباشرة 3 من 10 صح كلامه لحد الآن عند 9. بعد 9 هل أحط الفاصلة هيك وبس؟ ايه بس هاي 9 من 100، هاي جزء من 100 وامامها كمان منزله واحده وهي الصفر، واضح؟ دير بالك مس رابع، دير بالك انه انا عندي 3 من 10، 9 من 100، 9 من 100 لازم احط لها صفر. ليش؟ في منزله امامها قبلها، يعني اسف منزله قبلها، واضح؟ فهي تصير 9 من 100. طيب تعالوا معي هون نشوفها ككسر عادي 20، هيها 3 ايش اقرايها من 10 او 3 على 10، 3 من 10 او 3 على 10. نيجي هون 9 من 100 او 9 على 100. الدائح صفر ما فيها شيء، سهلة. قلت أبي حلي أنا بحل مسألتي. سؤال رقم 8، أخذ نفس الفكرة بالطريقة التحليلية، بيكون على شكل كسر عشري أو بالطريقة التحليلية بيكون على شكل كسر عادي. طبعا عندي الفراغ اللي عندي هون لحظة إنه أنا بس عمل لي بس 2 بس واحدة، طب وين الثاني؟ تعال نشوف ليش عمل لي واحدة وأنا مشكلتي. نيجي نحكي مع بعض، 5 صحيح 0 يا بس، شايف الصفر؟ حتى لو حطيت الصفر وحطيت فاصلة ما ولا له أهمية،
حقيقيه بس له قيمه منزليه، لكن ما بقدر احطه. تتذكر لما كنا نحلل في الاعداد الصحيحه كنا نقول لك انسي الصفر خلاص، بس له قيمه، له قيمه بعد يعني تسعه بعد في صفر قدامها تحط لها صفر، او في صفرين قدامها تحط صفرين، لها قيمه منزليه لكن ما بنحط لها. تيجي عندي التسعه، ماشي عندي التسعه، عندي تسعه واحطها بالشكل هذا، هل صحيح؟ اقرايها. طيب التسعه بالمئه قبلها في عندي منزله وهي الصفر، وقلنا له قيمه منزليه الصفر، عشان هيك بقول هذا جزء من عشره صفر، والتسعه جزء من المئه. حتى لو ما كتبته لكن له قيمه منزليه اللي هو امام التسعه، تسعه بالمئه. يجي نفس الحكي هون خمسه، هون صفر طبعا قلت لك ما بعمله بالتحليل، ما بتكون نهائيا لا بالاعداد الصحيحه ولا بصوره عشريه. يجي بسعة تسعة، تسعة هيها على مئة، ما كان تسعة على عشرة، كان تسعة على مئة أو تسعة في المئة. خليني أكمل كمان وأخذ شوية الأسئلة، أنا إن شاء الله بإذن الله عندي الدرس. سؤال تسعة، هناخد سؤال تسعة طبعا على بشير نفس الصفحة 47. بقول لي اكتبي الزمن الذي استغرقه الاي. انا عندي جدول طبعا مش حكتبه، الجدول هذا موجود عندك يا رابع، انت فاتح اكيد كتابك معايا. وعندي اكتبي الزمن الذي استغرقه الاي على صوره عدد كسري. الاي بدور وين الاي؟ الاي هو الاول، هو والزمن الذي استغرقه بدي اياه على شكل صوره عدد كسري، عدد كسري. انا هون همس الاي، خليني اشوف له اي، اتاكد ان له اي 10 و8 من 100، له اي 10 و8 من 100 بالشكل هذا. طيب بده اياه تكتبي له اياه على صوره عدد كسر عشري او عدد كسري، عدد كسري بدنا نكتبه على صوره عدد كسري. خلينا نكتبه مع بعض على صوره عدد كسري، اللي هو عدد صحيح. ايش يعني عدد كسري؟ عدد صحيح اللي هو مين هو العدد الصحيح؟ 8 10 اسف 10 و 8 على 100. ليش قلتي 100 يا مس؟ 8 على 100 هي جزء من 10. قلت له يا مس العدد الكسري، تعالي معي حاول اخذ كمان السؤال اللي بعده. سؤال رقم 10، احنا بنكمل السؤال تبع الجدول. احنا كل هاي الاسئله 9 و10 و11 كلها على اسئله الجدول. سؤال 10 عشان بس ما انزلش لتحت، خلاص؟ سؤال 10، اكتبي الزمن الذي استغرقه مؤيد بالصيغه اللفظيه. اول شيء بدور وين مؤيد؟ مؤيد هو الاخير، شايفينه بالجدول؟ انتبه اللي هي حكتبها عشان بعدين اكتبها بالصيغه اللفظيه. نقراها يلا مع بعض، نقراها مع بعض. 10 عدد صحيح، و اكمل 10 عدد صحيح و 14 من 100. ايش نكتبها؟ نكتبها من هون 10 عدد صحيح و 14 من 100. ممكن اكتبها 10 عدد صحيح واكتبها و 14 من 100. ممكن اكتبها زي ما قلت لك طريقتين صحيحه، اني اكتب العد 10 عدد بالكامل باللغه العربيه، او اكتب 10 من عدد عادي وعدد صحيح امامها، و14 ممكن اكتبها 14 من 100، وممكن اكتبها 14 بالشكل هذا من 100، يعني التنتين صحيحه. كتبتي هيك وكتبتي هيك، 11 رقم 11. بحكي لي مس واكتبي الزمن الذي استغرقه
عمار بالصيغة التحليلية. أول واحد عطاني إياه قال لي بالعدد الكسري، والثاني قال لي اكتبيه بالصيغة اللفظية عشان يفهمني إيش معنى كلام هذا الحكي لما أجي أحكي لك. والأخير قال لي اعملي لي إياه بالصيغة التحليلية. أول شيء أنا أكتب العدد اللي هو اللي عندي اللي هو العدد الكسري العدد العشري اللي عندي، من هو اللي بده إياه؟ بده عمار، عمار هو اللي هو في الوسط، هو 10.23 من 100. بدنا نكتبه بالصيغة الإيش؟ اللفظية، آسفة التحليلية. يجي يا مس نحلل، بدي أحلل، بيقول لي يا مس أنت دائما كنت تحللي هذا الحال وهذا الحال. ما أكيد يعني لما يكون عندي 23 أقول لك 20 و3 صح؟ لكن هون 10 أو 20 أو 30، الصفر أصلا ما بنحط لحاله. واضح مس؟ 10 لحالها. لو في عندي 11 بقول له 10 زائد 1. واضح مس؟ لو عندي 13 بقول له 10 زائد 3. بس أنا ما فيش عندي غير العشرة زائد. يلا نكمل. 2 من 10، ما فيش أمامها قدامها أي منزلة، بتضلها من 10 زائد. نيجي على 3 وبعد شوي على نبعد شوي على الجمع هون، ونيجي نحكي أنا عندي فاصلة عشرية، يعني 3 صح كلامي. هاي بس هاي 3 جزء من 10 وهي جزء من 100 ناقصة 0 اللي هي لأمامها منزلة واحدة اللي هي قدامها منزلة واحدة، فأنا بحكي لك إنه 3 من 100. بالشكل هذا أنا حليته سؤال أول 10، 9، 10، و11 اللي هم موجودين عندي. تعالي معي على السؤال 12، بقول لي سؤال 12 في عندي خطأ ولا لا؟ لا، أيهما ينتمي أسفل؟ السؤال 11 12، أيهما لا ينتمي؟ تعالي معي. إذا كل نبدأ نشوف الأول 41 9 من 10. طب حتى هاي 41 وزائد 1 على 9 من 10 أو على 10، هون 41 9 من 10. مين هون؟ 41 9 من 100. الأخيرة اللي باللون البرتقالي الأخيرة هي اللي إيش؟ المختلفة، المختلفة 41.9 من 100، لأنها 100 كله من 10 إلا 41.9 من 100 اللي هي الأخيرة. نيجي على رقم 13 إن شاء الله بإذن الله نشوف إيش الخطأ اللي موجود عند مين. هديل بتقول إنه هديل قالت لي 7 من 10، هديل قالت لي 7 من 10 معناتها، قالت لي هديل 7 من 10 معناتها كانت بثلاثة، أسف ثلاثة وسبعة من عشرة معناتها 3 و7 على 1، صح كلام هديل ولا خطأ؟ بقول له انت يا هديل عندي خطا. بتقول لي ليش هديل انا عندي خطا؟ بقول هي هديل اطلع على 9 من 10، هي بقى 3 صحيح، انت كاتبه صح 3 صحيح، ممتازه رائعه، ولكن 7 من 10 وليس من 100 او ليس على 100. ليش؟ لانه في منزله واحده بعد الفاصله مباشره جزء من 10، بعد الفاصلة مباشرة جزء من 10، فأنت حكيت 7 على 100، لا بقول له 7 على 10، هاي صحيح، هاي خطأ، هاي صحيح. أنا صححت الهيا، بدل ما أقول 7 على 100 بقولها لا لازم تكتبي 7 على 10. إن شاء الله نأخذ آخر سؤال وهو عندي بالشكل هذا يا مس. أنا بدي أقول لك إنه خلينا نعد 3 و5 من 10، هنعد 4 و7 من 10، آسف 3 و6 من 10، 3 و6 من 10 بالشكل هذا، 3 و7 من 10 بالشكل هذا. بعدين أجد عندي هون اللي هي هاي اللي بدي أكتبها باللون الثاني
مختلف هي 3.8، اللي هو اللي ناقص باجي يمس كمان أكمل هو 3.9، أكمل بالشكل هذا يمس هون بصير عندي 4، وبعدين تيجي 4 نكتب هون اللي هي هاي اللي هي 4.4، وهيك بده اللي هي 5 موجودة، 5 × 10 موجودة. بنكمل بس بنكمل كل اللي بنكمله بنصير بنكمل آخر إشي بتجيني اللي أنا عندي فراغ فيها اللي هي خليني أحكيها. هنكمل يلا نعد مع بعض يلا مع 4.5، 4.6، 4.7، 4.8، 4.9. في عندي 5، في عندي 5 هي كبيرة هاي اللي هي بالشكل هذا هيها قدامك هاي هيها شايفينها هاي هيك هاي 5 من 10، 1 من 10، 2 من 10، آسف 5 و1 من 10، 5 و2 من 10، 5 و3 من 10، 5 و4 من 10، 5 و4 من 10. هاي كانت آخر شيء 4، 5 و4 من 10، بعدين وصلنا 5 و5 من 10 هو حاطط لي اياها. بس هدول هم الايش؟ اللي ناقصين الاشياء الناقصه اللي تحطها بالشكل هذا. وهيك بس الحمد لله انهينا جميع انهينا درس كامل. وبدي منك يا مس اشوف حلول على الكتاب التمارين. تدريب لك مس، تدريب لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.